بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Thank you.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فكسونا العظم لحما Choo, choo, choo.
لكم في الأنعام نعمة
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة نسقيكم